بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار المنتدى الخامس للمدن العتيقة اللي كتحتضن مدينة العرائس ما بين 27 28 29 شهر أبريل، زرنا المعرض ديال جماعة تزغوت. هو معرض إقليمي يعني داخل إقليم مدينة العرائش، و هناك بعض الصناع التقليديين اللي كينتميو للمنطقة ديال تزغوت. معنا الأخت أسماء ستوان تعطينا بعض يعني كنشكركم. نعم كنشكر الحضور الكريم اللي معنا. حنا تعاونية شيماء نادي النور جمعية الخير ديال دوار تال اليمين جماعة تزروت دائرة منيعة السلام إقليم العرائش. عندنا صناعة تقليدية بخصوص الجبلية، عندنا الديرازة كما كتشوفوا، صالون مغربي، عندنا الكروتشي بشكل بلدي، عندنا التكشيطه مغربيه، عندنا العروس مغربيه ديال الحنة، عندنا البسه تقليديه، عندنا بنات كنعلموهم ديال القرى ديال دوار تال اليمين ابعد نقطه بالنسبه لاقليم العرائش. هذه الدفعه الرابعه هذا العام، هذا الناس اللي عندنا ديبلومي دابا انشانا لهم تعاونيه من اجل التسويق، يعني بنات تعلموا بغينا نعملوا التسويق نخرجوا بالسوق. اول خطوه اول مشاركه في منتدى الدولي ديال المدن العتيقه في اول مشاركه هي في المنتدى. نعم يلا تاسست التعاونيه ديالنا في 2017 في شهر واحد. نعم وكنتمنى لكم تشاركوا في بعض يعني المعارض اللي كتنظمها المدن المغربيه ان شاء الله مستقبلا، ونتمنى لكم واحد يعني المسيره موفقه في يعني في هذه الصناعه التقليديه اللي كتقوموا بها في على صعيد جامعه تزغوت. وشكرا اخت اسماء. كنشكرك. كنشكرك.